يعني وش اقوى يعني زدت هاوشت برا بضحك هاوشة ضحكي يعني فيها ضحك صدق يا حسين ضحك بالله عطنا يا حسين طيب وش تبى؟ تكلم فيه يلا عطنا مواضيع طيب عطنا موضوع انت تحس ان المجتمع الحين ناقص فيه الموضوع ذا انت شلون قايم بريجيك ما شاء الله مدروب ايوه صفطها انا بتكلم عن موضوع احس انه مفيد طيب مفيد يعني تحس ان في ناس مجتمع بينفاد اوكي الزواج شوف مايك حقك شوف سلاحك الزواج شو الزواج؟ الزواج اللي اغلب الناس يحسب انها صعب ولا يحسب انها ربطه ولا يحسب الحين ما تواجههم الناس اغلب الناس اللي كذا لما قلت لك ليش ما تزوج ولا شيء ولا ايش يرد ايش يقول فيها نعلمك في واحد يقول انا ابى اضبط وضعي ابى ابني مستقبلي صح اسس حياتي صح الماليه حلو شوف الماليه هذه يحطها تحت الخط هذا رقم واحد حلو. بعدين وضعك الاستقرار وانت وين مستقر يمكن انت وظيفتك في الرياض مثلا اوكي مستقر بالرياض وظيفتك مثلا مستقر خارج الرياض تختلف ترى حلو هذه هي مع الراس في ناس انت عرجت يوم انا ضد الاعذار كم عرست انا ضد الاعذار دي كلها يمكن 21 انا ضد او 20 انا ضد الاعذار دي كلها ايش هذا؟ تزوجت عمري 21 او 22 والله ما ادري حلو استريح سلام السلام ورحمة الله وبركاته الله يعافيك ويسلمك اسلم بس الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تزوج من فقر وابن من غنى يعني زي ذا كلام ابغى احد طافي ولا شغال عندك؟ لا شغال تأكد اللمبة رابع لا ما عليك من تعشيك اللمبة شغالة خلاص يلا ها حمراء حب بنزين صدق والله اسمعها انت اني فهمت ذا الحين يا عبو ايوه سمعت ما قالها صلى الله عليه وسلم عبد والله العظيم يا رجال يا الزواج صاد كل شيء ببالك كثير يا ولد ما من عطال ما عنده وظيفه ولا عنده شيء ولا عنده ها ومتزوج ومتوظف ومتزوج والله انك تعين عيشه المتعطل ذا احسن منك في جميع الامور مو بس في امر الماء في جميع الامور ها انا انصحكم شباب وش؟ طب تغيرت حياتك حسين؟ صحكم. كيف كانت حياة حسين؟ قبل أيوه. الزواج وبعد الزواج؟ بعز امانه. عشان الحين باقي ما تزوجنا؟ كانت من الاسوء الى الزين لا بالصدق احسن. من ناحيه الماديه فيها زياده. الله يعلم الله. شوف ما كلفني حل. يا الزواج والحياه الزوجيه انها افضل من العزوبيه بمليون مره. صحيح. ليه وش دقيقه وش افضل فيه؟ لا تقول يكلم زوجين طال عمرك يقول اجي القى ملابسي جاهزه القى عطورات يا اخوي هذه نفس الواحد نفسه تكلموا صحيح المتزوجين لا تعطيني وضعيه الملابس والخرابيط الملابس بتغسلها في المغسله وانت عزم 10 ريال طيب يا اخوي اعلمك من يا اخوي يكفيك انه نص دينك يا ولد طيب هذا شيء خاص مني هذا نص دينك فرحه امك ولم تفرح صادق صح والله الله يستر حسين خل هذه ابى الدراهم تكلمني عن الفلوس زادت عندك تحس زادت انقصت ايوه انا كنت ما احصل الريال وانا عزب في ذمه والحين ما حصل لبيه والحين اخس كفو ايوه طيب يوم تزوجت والحين ما حصل الريال يا ولد الحين الحمد لله امانه ان الحياه مختلفه زليت 3 مليون شوف انا بقول لك على حسب التوفيق إذا تعي حصلت المحازم كايدة وأنا صريح المحازم لازم تروح هناك أنت روح روح هناك روح جارك روح إيش إيش تكلم أحمد قالوا ألو إيش لك يا
الو الو احمد تكفى. اي روح روح يا حسين روح احمد دخلك على مجي حسين. ايه اسمع النبض حقت الاوله شري لو اني غنيت المطبخ حقت ايش اعطني ذكني اياها واقول اي ولا يا حبيبن لا اي لا الا هي يا حبيبي ايوه غنى يجي عشان يعني زايد اخويك يعني روح يلا روح ايه صدى موجود اعطونا صدى يا حبيب ما يجي وين عن قاطع لمواصيله له ما يرحم حبينا يا حبيب ما يجي وين عن قاطع لمواصيلة له ما يرحم حبينا والغلا ما فيها بد حيلة ارجع ارجع والفرح حينا يوم تاتي لمراسيله زين طار الحب يا زينة يا يجيني يا ناجيلة لبى قلبه لبى عينه عيال دقيقة منين مطقبين؟ منين مطقبين صدق كلنا مطقبين بالله قوم لو سمحت لازم ثياب لو سمحت لا ترى بعلمكم حاجة أنا بعترف بشيء ترى لا بغينا أقرأ تحتها اسمعوني شرحه ولا لا والله العظيم كل طيب ولد عمي هاقم كل طيب ولد عمي هاقم ترى صدقات أفضل جلسة حاليا الجلسة هذه صراحة مطلع عليك شيء والله أنك شرفتنا إي والله ولد عمي قال يا عيال عمي يا هلا الطيب والله والله من حبكم كان كل بيكم على أمي الله ما منكم إلا كل شغموم وافداهي والله أني افداه حالي ودمي الله عدا 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 يا عيال وبالعريش هذا يا أذن أذن العريش لوحة كتبت لكم خلاص اسلم قال يا عيال عمي يا هلا الطيب والله صدق مطلع من حبكم كان كل بيكم على أمي ما منكم إلا كل شغموم وافداهي والله أني افداه حالي ودم تونا شدوا محازمكم على الطيب واخطاه وانا لكم وانتوا على طول يا أمي يا سلام شنو سعد رد لي أحمد أذن صح باقي أذن أذن صدق الله ورسوله والله سعد أذن أذانك زين خابر الفجر أنت عندك الفجر ما والله لا يذن تكفون أحمد والله ما دام صوتك على طاري لا يوم طلعنا انا ويا ذا فين طلعت يوم رحنا الساعه طلعت من ذا رايح لبوفيه بيني وبينها شارع في حديقه مربعه كبيره يوم الساعه 9 كذا يوم قدني في نصها تشتغل دي يا ولد كله قدني في النص يا ولد يمين يسار يشتغل الثانيه خذيت كني ماني بصحي والله واحد منهم وقف توكاري ما ادري ولا تعديت هلا يا ولد ثوب يصب عادها تحشر يا يا ولد ذكرتني واتفكر بوش اللي شغلها منهم ليكون واحد شافني يمشي وشغلها يا عيال انا تشغل من نفسها يا عيال والله اللي مشغلها انا واحد شافني في النص يوم قدي في النص وذي تقوم تشتغل كذا الحين في هذه ولا يرشونها بالماء لا بالله هذه بس شغله الجلسه دي تذكرني بالمسرح السنه شر يا ولد تدري عاد ايش المفروض يسوون يا اخي ثبتوا قصوا المواد خلهم يسوون ما قعدت متى لا ادنا بعد ربك العش من عينه ما قد عين العش كذا في حياته دائما يسوي كذا ترى اي واحد قد شفتوا العش كذا في ربيع عندكم يا صلدي شوف عمرك تصفي والله لو اوروبا نشا تسمون نشا في فرق صار علينا ربيع يا صار للمرحله ذي قول الله ما يصير اسمع رويان مثل ذا خلنا علمك ما هو بيجي مرتص كذا يجي بينه فراغات بس الطول يجي خطر انا كلامي قد جاكم ربيع زي كذا ربيع زي كذا الله الله يا اخوي انت وين ديرتكم تروح شمال ربيع قبل سنتين الشمال ما قد جيتها في حياتي في دينه سامودة قسما بالله والله العظيم المدينة الفجر جدا اني قاعد كذا اقول صورة من يبصد ودك انك عنز لت جوالي معي ووريك والله الربيع ما قد جانا في ديارنا زي كذا حين نجي نشي اكثر الشمال ما ديار ذيك ما قد اما انه رويان زي كذا
انت خطرك تقطع قطع قطع يا بهاج مع الاداء. خلوه يا عيال خلوه خلوه والله انك تقوم على صوت المطر. على صوت المطر وجلدك راك قم اذن احسن.